اوبس. اسهل طريقه لعمل الكورن، يعني هيعمل الذره في الميكروويف من غير ولا سلق وبقشره. انا مش مصدق بصراحه الموضوع ده هيطلع صح. عندي احساس ان هو ممكن يطلع بصراحه، بس الذره هنا طري وحلو. تعال نجرب. ما تنسوش تقولوا لنا، تكتبوا لنا في التعليقات بتتابعونا من اي بلد، وكل مره هنقول اسم، هنختار اسم من الناس اللي كتبت لنا ونقول اسمه في الفيديو. واللي تابعنا المره اللي فاتت كانت هاله جمال من مصر. شكرا يا هاله، اهلا بعد مصر. دورة هوب قشره، اقطع كده تقريبا الحته دي، ومن الناحيه الثانيه راح مقطعه. لا من ناحيه واحده بس، انا اعتقد من ناحيه واحده بس ماشي، لان بعد ما خلصوا هيشدوا كده. قطعت زي ما هم قالوا بالظبط وسبت القشره بحالها. بقى حط انت في الميكرويف. انت مصدراني انا نقطه الميكرويف دي عشان ايه؟ خايفه الدوره يحصل فيه حاجه. انت عارفه ما انا اديتك تحط في الميكرويف عشان كده، عشان اقف على بعد وانت تحط، عشان لو حصل انفجار هسيبه كده واقفل. اه ثلاث دقائق. اربعه. أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. كده أربعة دقايق صح؟ اه. تبقى أربع دقايق وبعد كده هنطلع بتاع دي من جوه. عايز أطمن عليه، مش عارف ليه حاسس إن هو لوحده جوه. يلا خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد. يلا هوبا. ده ما حصلوش أي حاجة عادي. أوبس. مش تقولي لي إن هو هيبقى سخن. الحمد لله مش أنا اللي مسكته. بص امسكوا البتاعة دي، دي مات أصلا اتمسك بيها. ماشي. إذا مات مش سخن كويس. أيوه هي مات مخصوص. اختراعات. حطه في الطبق. ونشوف ربنا يسهل. هناكل دوره مشوي. نسميه ايه؟ مشوي ولا دوره ايه ده؟ ده مولع. لا دورة... ده عشان احنا المفروض نسد الورق ده كله مره واحده. مطاش دي؟ لا شدها. شد بقى احنا لبساني في كل الحاجات اللي ايه؟ خطر. ايوه انت بتعمل حاجات خطر. الخطر. ايوه يلا يلا يلا. فاضل ورقه كمان. يلا اقول لك على حاجه افتحها وخلاص. ثم موضوع النشط ده مغري قوي. استنى النشط ده من هنا اهي اهي. واو هوبا. لا يا جماعه استوى استوى. دوره مستوي. اه اسميه ايه طيب؟ مش مشوي ده. قول للناس انا اكلت دوره ايه. دوره ميكرويفي. دوره ميكرويفي. دوبا يا احمد. تيست درايف. واو حلو قوي. ولا شوي بقى ولا تشوي ولا تقلوا ولا تعذبوا نفسكم ولا تعذبوه. سهل قوي. تقطعوا اول حته كده وتحطوها بعدها في اظن دي معموله عشانك مخصوص يا خديجه. انت بتحبي الدوره وهتعزيها الدوره طول اليوم. طريقه بجد خطيره بجد، من اغرب الطرق اللي ابهرتني وما كنتش متخيله. يعني انت كنت مش متخيل وانا برده كنت ظانه شويه، بس لا طلعت حلوه جدا يا جماعه. اربع دقايق واحنا معزقين نفسنا ومشويها وبنقلي. كنا التجربه دي اصلا احنا فيها كتير قوي من اللي موجوده ولا انا تبقى كذب. مش فاكره. زيت انا بصراحه مش مصدق. انا بصراحه مش مصدق قوي انه هيطلع صح، لان في حاجات كتير اول محطوطه بتبقى كذب. اه يعني حسن ان اهو معلش والله تصدق غير ولا سلق ولا قلي.